السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم زملائي الأعزاء، وأهلا بكم في اللقاء الجديد، المحاضرة 12 في جروب ملتقى الباحثين بعلم الأكاروس. بداية نقدم أو نتقدم خالص العزاء للشعب المصري في حادث أهالينا في سوهاج هذا اليوم. ندعو الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهليهم الصبر والسلام. تعالى المحاضرة رقم 12، وإن شاء الله يعني ختام لهذا الموسم مسك بإذن الله، في موضوع حيوي جدا، وهو موضوع التغير المناخي وتأثيره على الزراعة. ويشرفنا النهاردة الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور زكريا فؤاد، الأستاذ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث. النهارده هيكلمنا عن الزراعه الذكيه مناخيا، بهدف الزراعه المستدامه او لتنميه زراعيه مستدامه ان شاء الله. تقدر تبدا ان شاء الله دكتور زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم جميعا. بشكر جميع الساده القائمين على هذا جروب علماء الاكروس، وبشكر الاستاذ الدكتور هاني قواس، وبشكر استضافتك الكريمه. بشكر جميع السادة الحضور، وبنعزني أنفسنا في حادث قطار سوهاج، وربنا يرحم موتانا وموتاهم، وإن شاء الله يعني يشفي مصابيهم بإذن الله. مع حضراتكم زكريا فؤاد فوزي، أستاذ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، وعضو ومنسق الزراعة الذكية مناخيا بالتحالف العالمي للزراعة الذكية مناخيا بمنظمة الأغذية والزراعة إيطاليا، ومستشار استشاري في مركز تحديث الزراعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الزراعة الذكية مناخيا، والحقيقة هنعرف الفرق ما بين سمارت فارمينج أو سمارت أجريكلتشر وبين الكلايمت سمارت أجريكلتشر، الفرق بين الزراعة الذكية و الزراعة الذكية مناخية. هبدأ دلوقتي إن شاء الله أستاذن حضراتكم إن أنا أشير العرض بتاعي. اللي هنوضح فيه الزراعة الذكية مناخيا وأهميتها في تحقيق التنمية الزراعية. هو طبعا الظواهر المناخية لها تأثيرات كبيرة جدا في كل المجالات البيئية والصناعية والسياحية والزراعية. والحقيقة طبعا الزراعة طبعا بتأثر تأثر كبير جدا، وهنشوف مع بعض إن شاء الله التأثيرات بتاعة الظواهر المناخية، وإزاي المنهج بتاع الزراعة الذكية مناخيا يقدر إن هو يحل لي هذه المشكلة. شكرا لحضراتكم. احنا جربنا ان شاء الله انا والدكتور هاني. تمام، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا ان شاء الله. تفضل دكتور زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن، انا بعتذر طبعا عن الوقت ان احنا نعمل شير. العناصر اللي هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله في تطبيق المنهج بتاع الزراعه الذكيه مناخيا عشان نحقق بيئه زراعيه مستدامه. هنتكلم عن الابروتش او المفهوم بتاع المنهج او الابروتش بتاع الزراعه الذكيه مناخيا، والاثار بتاعه التغيرات المناخيه سواء الحاليه او المستقبليه على قطاع الزراعه، ودور التحالف العالمي للزراعه الذكيه مناخيا اللي تبع منظمه الاغذيه والزراعه في التنميه الزراعيه المستدامه، وكيفيه تطبيق المنهج ده في الزراعه الحديثه. وهنشوف نماذج وقصص نجاح لتطبيق مفهوم الزراعه الذكيه مناخيا وبعض الممارسات الزراعيه الجيده الذكيه، سواء بصوره مبسطه او بصوره تكنولوجيه عاليه في احراز زراعه مستدامه. وهنتكلم برضو في السياق عن البيئه الزراعيه المستديمه والمستدامه وطرق استدامتها. الحقيقه طبعا انا بشرف ان انا استاذ في المركز القومي للبحوث في شعبه البحوث الزراعيه والبيولوجيه، والمركز القومي بيتكون من 14 شعبه في مناحي العلوم المختلفه. طبعا في رؤيه لمصر 2030، الرؤية ديت بتنطلق من التنمية المستدامة اللي هي منصة عشان أطور النمو الاقتصادي المستدام،
من خلال ان انا برفع الوعي حول القضايا البيئيه. انا هنا بضمن استدامه الانظمه الطبيعيه والبيئيه عشان تلبي لي احتياجات الحاضر، ما اغفلش احتياجات الحاضر، ولكن دون المساس باحتياجات اجيال المستقبل من الموارد الطبيعيه الموجوده عندي. فطبعا ان في 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه العالميه و169 غايه. طبعا ال 17 هدف منها ما هو متعلق بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والتغير المناخي والمساواه والعداله ويهمنا طبعا اللي هي الناحيه الزراعيه. فالنموذج التنميه المستدامه عشان اعمل تنميه مستدامه يبقى لابد ان انا في بوتقه بتتداخل فيها الناحيه الاقتصاديه مع الناحيه الاجتماعيه للمجتمع ومع الناحيه البيئيه. طبعا هدف اي شعب واي دوله سواء في الديفلوب كانتريز او الديفلوبنج كانتريز هو الحصول على محاصيل حقليه وبستانيه، محاصيل زراعيه امنه وصحيه. الحقيقه طبعا في الفتره الاخيره ونتيجه عوامل كثيره منها زياده السكانيه العالميه ومنها التقدم الصناعي ومنها استخدام التكنولوجيا في الزراعه ادى الى حدوث ثوره زراعيه، ولكن في الناحيه الثانيه كان في خطر على الصحه نتيجه الاسراف في استخدام الاسمده والاسراف في استخدام المبيدات بدون قوانين واضحه تنظم علاقه استخدام هذه المواد المخلقه، فادى الى تراكم كثير من المشكلات، تراكم كثير من الهيفي ميتالز وتراكم كثير من مسببات الامراض اللي كلها الريسكس دي اللي في البيئه كلها، لما احنا بنلوث مياه بنلوث التربه الزراعيه بنلوث الجو، كل ده بيعود على الانسان بالامراض التنفسيه اللي بتصيب الانسان. فلابد ان احنا نرجع الى الطبيعه، نرجع لربنا سبحانه وتعالى، نرجع لاداء منظومه بيئيه بتساعد على ان هي تبقى بيئه صحيه سليمه لكل جيل من الاجيال. لان احنا هنا مستخلفين في الارض، وليس ان احنا يعني الجيل ده مش هو اللي مالك كل الموارد الطبيعيه، لا، الموارد الطبيعيه ديت لابد الا تستنزف حتى نحافظ عليها للاجيال القادمه. طبعا تعداد السكان العالمي في ازدياد كبير جدا، 2050 هنوصل لحوالي 9 او 10 مليار، دلوقتي احنا 7 وشويه، وطبعا ده النمو السكاني في مصر. طبعا في ازدياد بعد ما كنا سنه 1800 لم نتجاوز 2.5 مليون، دلوقتي عدينا طبعا في 2020 100 مليون، و100 مليون ده للداخل، ده غير الخارج، ممكن احنا نصل من 108 ل 114 مليون. طبعا في 2050 تعداد السكان العالمي هيزيد لي حوالي 50%، وبالتالي لابد من زياده الغذاء العالمي بنسبه حوالي 100%، ولابد ان احنا نزود ونستهلك كميات اسمده من 50 ل 70%. طبعا ده ريسك على الطبيعه البيئه، ريسك على ان الاسمده ديت بتخلط بمصادر طاقه عاليه جدا هتسبب ايميشنز وانبعاثات، يعني هي كلها دايره واحده، ولابد لابد ان احنا ما نحطش فوكس على نقطه معينه ونحلها، لا، لابد ان احنا يعني نبص من منظور متكامل، لان الدول كلها في العالم بتعاني بصوره او باخرى من بعض المشاكل زي الطاقه المستدامه، زي الامن الغذائي، ايضا الامن المائي وده مهم جدا طبعا عالميا، والاستخدام المستدام للموارد وحفظ التنوع البيولوجي. كل دي مجموعه من الحاجات اللي لابد نحافظ عليها، وليها مشاكل في العديد من الدول، المشاكل دي بتزيد نسبتها او بتقل من دوله الى اخرى. بنتكلم عن البصمه البيئيه، انت كل حاجه كل حاجه بنعملها في حياتنا فيها ليها بصمه وليها بنت. البصمه البيئيه ليها حاجات كثيره جدا، منها ما خاص بالاربن اريا، منها ما خاص بالدور الريفي، منها ما خاص بالغابات وفي حاجه اسمها الكاربون فوت برنت او البصمه الكربونيه. البصمه الكربونيه يعني في مجال الزراعه مثلا، انت عندك عبوه، عندك مثلا كيلو تفاح، كيلو تفاح ده علشان تحصل عليه ايه العمليات الزراعيه اللي مرت بيه من اول انت سميت بقد ايه، سميت يبقى انت استخدمت سماد، السماد ده جاي من مصنع، المصنع ده عمل ايميشنز، عمل انبعاثات كربونيه، طيب وبعد كده عملت عمليه حرق، ايه نصيب الكيلو ده من الحرق، وكل المعاملات من اي تو زد لغايه لما نشوف هو حصل انه عشان ننتج هذا المنتج حصل انبعاثات او ايميشنز قد ايه. الموضوع ده مهم جدا لانه مفيد جدا للبيئه، ومهم جدا لان بعد كده هيكون مهم في الناحيه التصديريه، لان لو زادت عن نسبه معينه مش هنقدر الدوله دي تصدر الى الاسواق الخارجيه. في حاجه ثانيه مهمه جدا، البصمه المائيه، البصمه المائيه او اللي بيسموها المياه الافتراضيه، يعني احنا بنقول مثلا كيلو البيف، كيلو اللحمه، اللحم البيف عشان يتكون ياخد حوالي او يسالك حوالي اكثر من 15,000 لتر، يعني 15 متر مكعب عشان ننتج كيلو لحم. مثلا ناخد زي البطاطس، عشان ناخد كيلو بطاطس بيستهلك حوالي 287 لتر. دي بيسموها مصدر افتراضيه ليه؟ يعني مثلا دوله بتصدر موز، بتصدر برسيم حجازي. طيب الكميه المصدره ديت
خدت كميه ميه قد ايه، يبقى انت كده استردت، عملت استيراد مش لمواد غذائيه بس، انت استوردت مياه. وانت لما بتبيع انت بتبيع منتج وبتبيع ميه، دي نقطه مهمه جدا. في حاجه بعد طبعا اتفاقيه باريس للطورات المناخيه سنه 2015، ابتدوا ان هم يطلبوا من الدول المشاركه يعملوا تقرير محدد كل عامين. التقرير دوت اللي هو الانبعاثات في المجالات المختلفه، المجال الزراعي، المجال الصناعي، مجال الطاقه، مجال الترانسبورتيشن، ويشوفوا كده. احنا عملنا اول تقرير فعلا بعد 2015، ودلوقتي احنا في طريق اعداد التقرير الثاني، وده من التقارير اللي بتبقى بايد وبنعرف احنا وصلنا لقد ايه. يعني عملنا ادابتيشن وميتيجيشن، عملنا بعض المعاملات، عملنا بعض العمليات اللي بتقلل لي من الانبعاثات، اللي بتقلل لي من التغير المناخي ولا لا. طبعا الاي بي سي سي الانتر جفرمنتال بانل اون كلايمت تشينج، وانا بشرف ان انا احد الخبراء فيها في مراجعه كل التقارير، اللي اغلب التقارير اللي بيكتبوها العلماء حوالين التغيرات المناخيه، وده المعنيه بالتغيرات المناخيه العالميه. طبعا القطاع الزراعي مهم جدا في اي دوله، والزراعه هي يعني عمود من اعمده الامن القومي في اي دوله. القطاع الزراعي في مصر طبعا بيدرك حوالي 12% من الناتج الحالي الاجمالي، وعايزين نزوده ان شاء الله الفتره الجايه بزياده المشروعات الزراعيه العملاقه زي اصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، هيزيد ان شاء الله الى 4 مليون فدان بالتخطيط وبدراسه الموارد المائيه والارضيه الموجوده عندنا في مصر. 30% من القوم العامله واكثر شغاله في المجال الزراعي، و20% من الصادرات، والحمد لله في الفتره الاخيره الصادرات المصريه مشرفه وقويه جدا، ودخلنا اسواق جديده زي من كام سنه زي دخول الاسواق الصينيه للبرتقال ولبعض المنتجات الاخرى، وسوق السمور ان شاء الله هيبتدي في الفتره الجايه انه ينتعش جدا وهيبقى في طفره فيه. 50% من السكان المصريين بيعيشوا في المناطق الريفيه، وعلى ذلك لابد ان احنا نعرف احتياجاتهم ونحرف نحقق ليهم الامان في العمليه الزراعيه. طبعا الزراعه تساعد في تمويل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. اكيد احنا شايفين ان تغير مناخي حادث ونتيجه الانفيجنز والانبعاثات وزياده ثاني اكسيد الكربون بتزيد عام بعد عام، فحصل الاحترار او الاحتباس الحراري، وحصل ان يعني ما يسمى بسخونه جو الارض ان هي ممكن تزيد من 1.4 درجه مئويه، وحصل يعني العلماء اعكفوا سواء بالتجارب او سواء بالموديل سواء بالسيناريو عشان يشوفوا السيناريوهات اللي ممكن تحدث في المجالات المختلفه ومن المجال الزراعي عند ازدياد درجات الحراره. طبعا مصر من دول العالم اللي هي الاكثر كحوله، 86% من اراضي مصر هي هايبر اريد زون، و14% اريد زون. يعني ما عندناش امطار خالص، عندنا امطار في الساحل الشمالي بسيطه جدا لا تتعدى 150 ملم في السنه، وطبعا ده كميه قليله جدا. فبنعتمد على نهر النيل وهو نهر الحياه، 55.5 مليار دي حصتنا، واحنا بناخد من الموارد الاخرى زي الامطار رغم انها قليله يعني، وزي المياه الجوفيه وبعض المصادر او الغير تقليديه من التحليه و بنكون حوالي 70 او اكثر 80 مليار متر مكعب، احتياجاتنا تفوق ال 100 مليار متر مكعب. عشان كده ترشيد استخدام المياه من الاهميه بمكان، وخاصه في مجال الزراعه اللي بتستهلك ما بين 75 ل 80% من الموارد الزراعيه. طبعا احنا شايفين اهي خريطه مصر، بنجد ان احنا بنقول ان احنا من 3 ل 5% من مساحه مصر هي مقطونه بال 100 مليون والباقي فاضي. وليه وليه وليه؟ الحقيقه في حاجات كتير قوي. كل دول العالم بلا استثناء بنجد ان الكثافه السكانيه بتتركز حول الماء، والحضاره تقوم حول الماء، والحضاره المصريه القديمه قامت حول الماء. طب الصحراء دي، الصحراء دي ما اقدرش اقول غزو الصحراء، تعبير خاطئ، لان الصحراء دي ظاهره مناخيه، فما اقدرش اقول غزوها، انا ما اقدرش اخذ ظاهره مناخيه، لكن اقول تعمير الصحراء. تعمير الصحراء قد يكون للزراعه حينما تتوفر مياه والارض الصالحه. اذا لم يكن التعمير بالسياحه والتعمير بالانشائي والمصانع، يعني تعمير الصحراء هو التعمير الانسب. احنا بنشوف اهو ان كل مساحه مصر صحراء شرقيه وصحراء غربيه، ووادي النيل اللي بيقطن في ثلاثه اللي هي 3.5 مساحه مصر هي فيها كلها. الخريطه دي بتبين لي بوضوح ان مصر ارض قاحله زي اغلب دول شمال افريقيا وزي اغلب دول اسيا الخليج. دي الاجرو ايكولوجيكال زونز في مصر، وفي الحقيقه التنميه الزراعيه دلوقتي في 17 منطقه في ربوع مصر بعد دراسات مستفيضه علشان نعمل استصلاح واستزراع وتعمير هذه الاراضي زراعيا، وبنشوف فعلا في الفتره الاخيره انتاجيه عاليه وجوده من المحاصيل الزراعيه. القطاع الزراعي طبعا احنا كان عندنا الاساس 8 مليون فدان، وطبعا في الاف الابنه
اللي بتزوق بس عن طريق استزراع واستصلاح اراضي جديده اللي بتحوالي بتمثل 20% حاليا، والمياه زي ما احنا قلنا بتستخدم 80% من المزبوط. طيب الحقيقه يعني مجموعه علماء قاموا بتجارب عشان يشوفوا التغيرات المناخيه، ولو زادت درجه الحراره درجتين او 4 درجة مئوية ايه اللي ممكن يحدث للمحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه في مصر او في العالم. فوجدوا ان الارز لو زادت درجه الحراره ممكن يقل انتاجيته 11%، الذره هتقل انتاجيتها ما بين 19 و14 و20%، فول الصويا هيقل بنسبه كبيره جدا حوالي 28%، وكذلك محاصيل الخضر الطماطم مثلا في بعض التجارب وجدوا ان هي ممكن تقل بنسبه 40%. على الجانب الاخر بنلاقي ان القطن ممكن يزيد لو زادت درجه الحراره 2 درجه مئويه 17%، ويزيد في انتاجيه. ما بتكلمش عن الجوده، الجوده هتقل لكن الانتاجيه هتزيد بنسبه 21%، وده اللي بيقول لي ان زي ما في سايد افكت وزي ما في نيجاتيف امباكت كلايمت تشينج، فنجد ان في بوزيتيف امباكت كلايمت تشينج زي دوت، ونحاول بقى نعظم. يعني احنا بنعمل ادابتيشن وميتيجيشن وهنتكلم عليهم، احنا بنحاول نعمل اقلام وهنحاول نعمل تخفيف من اثار التغيرات المناخيه. لكن لو لقينا فايده في التغيرات المناخيه في بعض المحاصيل، في بعض الاراضي، في بعض الاماكن، لو اتغيرت وزادت نسبه الامطار و و ازاي عندي سيناريوهات وازاي عندي ماستر بلان ان احنا نتعامل مع هذه التغيرات. ولذلك في علاقه في بين عمليه التخفيف والتخفيف ما بين ادابتيشن وميتيجيشن، والاثنين قد يكونوا متقاربين. بس وانت تقول نقطه، تقول دي ايه دي؟ النقطه دي مثلا زراعه اصناف متحمله دي ادابتيشن ولا ميتيجيشن؟ الحقيقه ان زراعه اصناف جديده دي ادابتيشن لاقلمه، ولكن هذه الاقلمه تؤدي الى الميتيجيشن، تؤدي الى عمليه التخفيف. طب عمليه التخفيف زي ايه؟ ابسط مثال مثلا لو انت يعني في البيت وعامل المصابيح بتاع زمان دي اللي هي النمط العاديه دي. طبعا بتستهلك كهرباء كتير جدا، وبالتالي بتؤدي ايه؟ الى زياده الانبعاثات في المنبع. لكن لو انت استخدمت طاقه موفره، لمبات موفره، انت كده بتقلل لي العبء على المحطات الرئيسيه، فمش هستهلك وقود كتير، فبالتالي بتقلل الانبعاثات، يبقى انت كده بتخفف لي من اثار التغيرات المناخيه. طبعا عمليه التخفيف في عمليه الانشطه البشريه القائمه في مجال الزراعه، وازاي اقلل الانبعاثات الغازات الثلاث الحراريه. التكيف، اتكيف مع مخاطر التغيرات المناخيه عن طريق ان تكون الانشطه البشريه انشطه ملزمه بألا تكون مضره للبيئه الزراعيه او تؤدي الى انبعاث. طب ايه اولويات التكيف والادابتيشن في المجال الزراعي؟ زي ايه مثلا؟ اشوف اصناف بتتحمل الاجهاد وخصوصا درجات الحراره المرتفعه اللي بتؤدي للجفاف، يبقى المحاصيل بتبقى ايه؟ بتتحمل الجفاف. وبحسن نمط المحاصيل، بغير في مواعيد الزراعه، وده حاصل، والفلاح المصري ذكي وفطن جدا. مواعيد الزراعه اللي هي كانت موجوده بالنص كده في كتب وفي النشرات الارشاديه، دلوقتي بقت عمليه مفتوحه، بتختلف طبعا الصنف وطبعا المكان وطبعا درجات الحراره وطبعا المنطقه. تحسين اداره الري في المزرعه، وتحسين شبكات الصرف الزراعي والاداره المتكامله، وبناء القدرات في الكباسكي والتوعيه العامه، وبناء النظم الفعاله، وايضا التوسع في اصلاح اراضي جديده، كنوع من انواع الادابتيشن من التغيرات المناخيه. طب لو احنا بنتكلم على الزراعه كده، احنا بنجد ان الزراعه ايه؟ ابتدت الزراعه التقليديه دي كانت بتعتمد على الادوات اليدويه، الطاقه البشريه الحيوانيه، سمد بلدي عضوي، هو كان مفيد في التوازن البيئي، وكان بيسميه نظام البيئه الزراعيه شبه مغلقه، ولكن كانت الاصناف بلديه واصناف غير محسنه وليست اصناف هدين، وانتاجيتها قليله، وكانت العمليه ماشيه كده عشان عدد السكان كان موجود. طبعا بعد كده ظهرت عصر البترول او الثوره الصناعيه والزراعه، دي بقى بتعتمد على الالات والاسمده الكيماويه وغيرها من المواد الكيماويه الزراعيه. المواد دي طبعا مشتقه من الطاقه البطاريه، وبالتالي بتؤدي للانبعاثات، ولكن كان لابد منها في انتاج الاسمده اللي كان لازم انها تضاف الى النبات والى التربه، لان نسبتها قلت بعد بناء السد العالي الرقمي اللي كان بيجي منها، واللي كان بيغذيها لي، واللي كان دايما بيحييها لي عام بعد عام، ودي كانت من السلبيات الموجوده. فعندنا اصناف عجين يعني عايزه تتغذى، تضيف الاسمده، سريعه الذوبان. حدث التحول من الزراعه التقليديه في بدايه العشرين القرن الماضي. بعد كده الزراعه الايكولوجيه الحيويه بقى، عشان وجدوا الاثار السلبيه الموجوده في الزراعه البتروليه. طب انا ايه يعني يهمني ان يجي لي انتاج كبير ويكفي، ولكن يسبب لي مشاكل صحيه، ويسبب لي مشاكل بيئيه، ويسبب لي تلوث التربه والمياه الجوفيه بالاسمده و و. قال لك لا بقى، احنا نبحث عن طريقه مناسبه عشان نحل المشكله دي، عشان نحمي البيئه والبيئه الزراعيه، عن طريق ان انا اقلل من استخدام المواد الكيميائيه
قليل مثلا من الاسمده ومبيضتش الحشريه المغلقه وما الى ذلك. يبقى نرجع لمين ايه بقى ايه؟ للجيل الجديد نيو جنريشن اوف اجريكلتشر سيكتور الزراعه الطبيعيه. يعتمد على انسجام الانتاج الزراعي مع الطبيعه نفسها في كل عمليات الانتاج. ما بستخدمش الات ولا مواد كيماويه ولا حتى حرث نوتيلاج. لكن بقايا العضويه اللي بنستخدمها عشان احافظ على مياه التربه والرطوبه من خلال تغطيه سطح التربه. طب نرجع كمان نعمل ايه؟ زراعه بيولوجيه بقى عضويه وحيويه، ودي اللي بتاكد لي على الاداره الزراعيه القائمه على العمليه البيولوجيه الطبيعيه وليها قوانين، قانون الزراعه العضويه الاوروبي، قانون الزراعه العضويه الامريكي نوب، قانون الزراعه العضويه الياباني جاز، وبعض الدول الاخرى زي تونس ومصر في 2020 ظهر قانون الزراعه العضويه ومفروض اللائحه التنفيذيه تكون ظهرت في الفتره. بعد كده قلنا بقى لا احنا عايزين بقى ايه يعني حاجه اكتر بقى، بنطمع في المزيد. هل المزيد عايزين السستينابيلتي اوف اجريكلتشر، عايزين زراعه مستدامه بقى اللي بتودي المزيد من الاهتمام عشان نحمي الموارد البيئيه ومن الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد ومن ثم الحفاظ على الامكانات وفقا للطلب بتاعها. بعد كده قالوا ان الزراعه ليها الوان، في الزراعه الخضراء والزراعه التقليديه وفي الزراعه الزرقاء اللي هي الانتاج الزراعي الموجود في المحيط وفي البحار وفي الانهار، دي حاجه مهمه جدا وفقنا فيها الصين الصراحه وبتعمل شغل كبير قوي. والزراعه البيضاء اللي هي انتاج الكائنات الحيه البيضاء. طيب احنا بنتكلم عن الزراعه، طب ايه بقى الكلايمت سمارت اجريكلتشر؟ ايه المفهوم بتاع الكونسبت بتاع الكلايمت سمارت اجريكلتشر؟ الحقيقه دي بعض النشرات الدوريه المتاحه عن التحالف العالمي للزراعه الذكيه مناخيا، ودي صوره جماعيه اللي كنت فيها 2016، ده كان الانيوال ميتنج للزراعه الذكيه المناخيه في ايطاليا في مقر منظمه التغذيه والزراعه. هي منظمه التغذيه والزراعه كده عباره عن يعني مبنى عباره عن مدينه. وده كان قرار المركز القومي للبحوث ممثل لمصر في التحالف العالمي للزراعه الذكيه مناخيا، ودي الشهاده من التحالف العالمي للزراعه الذكيه مناخيا بين المركز القومي للبحوث ومن شعبة الزراعه البيولوجيه، هي المنسق العام للتحالف العالمي للزراعه الذكيه مناخيا في مصر، وكان ده 2016. وانا سعيد جدا ان حاليا بعد من 2016 ما كانش فيه جهود واضحه في المعالم للزراعه الذكيه مناخيا، والان في مشروع عن الزراعه الذكيه مناخيه من اجل الحياه، وبشرف ان اكون الافتتاحي لهذا المشروع. دي بعض المؤلفات اللي انا الفتها عن البقايا الزراعيه هي ثروه لابد استخدامها، عن الانتاج المشروم وعن الزراعه العضويه، وكذلك كتاب نشر وترجم الى خمس لغات حتى الان عن الزراعه الذكيه مناخيا. برضو انا حصلت مرات اختراع بيزود الانتاجيه وبيزود الاميونتي للمحاصيل البستانيه والحقليه، وطبعا دوت بيقلل لي استخدام الاسمده والمبيدات، وبالتالي بيحافظ لي على يعني مكونات البيئه الزراعيه، وبالتالي يعتبر استخدامه هو جزء من الزراعه الذكيه مناخيا. فالنتائج المترتبه عشان استخدم بقى الاساليب العلميه الحديثه في الزراعه، بنجد زياده الانتاج الزراعي وتوفر المحاصيل الزراعيه في معظم ايام السنه بغض النظر بقى عن الظروف المناخيه، واستخدام الصوب الزراعيه او الاجروبونيك والاكوبونيك. التقدم العلمي والتقني الحقيقه في مجال الزراعه في العديد من المجالات، في الميكانة، في استخدام الصوبات الزجاجيه، في استخدام نظم الري والاساليب الحديثه والري الذكي والميكنه الزراعيه، واستخدام الطائرات وسام الدرون فيها. الزراعه الذكيه مناخيا ببساطه تعريفها هو نهج ابروتش، مجرد نهج وليست دكتور يعني زكريا. ليها قوانين. دكتور زكريا لو تكرمت، نعم. احنا هنقفل كمان يعني هيقفل كمان دقائق، وارجو حضرتك بس تقرب الميكروفون عشان الصوت يكون اوضح. ماشي، شكرا. طيب لما يفصل يا ريت حضرتك تبقى يعني اوكي اوكي لو هعرف. تمام، هنقفل ونرجع تاني ان شاء الله، بس الميكروفون يكون قريب عشان نسمع صوتك بالجميل. حاضر، بس في سبع دقائق بعد يا دكتور هاني، سبع دقائق في بعد. اوكي بس عشان الصوت كنت بلفت نظر الدكتور زكريا، قرب الصوت بس عشان نسمع صوته الجميل. حاضر. فتعريف الزراعه الذكيه مناخيا هو نهج متكامل لتطوير الشروط التقنيه والسياسيه الزراعيه والاستثماريه عشان تحقق لي التنميه الزراعيه المستدامه للامن الغذائي في ظل تغير المناخ. الحقيقه في ثلاث اركان او اعمده رئيسيه للتغير المناخي، اعمده رئيسيه للزراعه الذكيه مناخيا، يعني اي معاملات زراعيه هتؤدي لي الى حدوث الثلاث اشياء اللي هقولهم دلوقتي، دول يدخلوا اوريدي تحت مسمى الزراعه الذكيه مناخيا. أول حاجة زيادة الإنتاجية والدخول الزراعي على نحو المستدام، التكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف أو إزالة انبعاثات الكربون.
اي معاملات زراعيه تؤدي لي الى هذه النتائج فهي تدخل ضمن نطاق الزراعه الذكيه مناخيا. فالزراعه الذكيه مناخيا بتقلل لي من الغازات الدفيئه، وبتزيد بشكل مستمر من الانتاج الزراعي، وبتساعد المزارعين على بناء القدره على التكيف مع التغير المناخي. عشان احقق لي كل ده بتدعو الزراعه الذكيه مناخيا لاستخدام المعرفه المحليه للمزارعين لضمان التبني الصحي. في الزراعه الذكيه مناخيا بنجد ان احنا بنشوف بعض المعاملات او ملخص للمعاملات التكيف والتخفيف زي اداره التربه الزراعيه، ودايما هقول ايه اداره التربه الزراعيه، اداره الموارد المائيه، اداره العمليات المكافحه، يعني كل حاجه مانجمنت. الزراعه هي اداره مانجمنت. فاداره سليمه للماشيه، اداره سليمه للمياه في عقول الارز، اداره مستدامه للغابات، وكذلك التنوع الزراعي، الزراعه المحافظه على الموارد، الاداره المتكامله للوزيات، الاداره المتكامله للافات انتجريتد بيست مانجمنت، والاداره المتكامله للري. وعلى ذلك فان الزراعه الذكيه مناخيا بنجد دلوقتي بنقول ايه انتاج المحاصيل الذكي مناخيا، انتاج الحيواني الذكي مناخيا، تطوير نظم غذائيه وسلاسل قيمه مستدامه. طب ايه اهميه الزراعه الذكيه مناخيا واهدافها واثرها على التنميه المستدامه؟ طبعا تطبيق الزراعه الذكيه مناخيا لو انا طبقتها هتؤدي لي ايه؟ الى تحسين الانتاجيه الزراعيه بصوره عامه، والى الحصول على منتجات زراعيه امنه، وهتخفض لي من تخفض لي من استخدام المواد الملوثه زي المبيدات والاسمده الكيماويه، وبالتالي فان استخدام الزراعه الذكيه هو قادره على تحقيق ثروه زراعيه واقتصاديه مهمه. طب ايه اهميه تطبيقها بقى بصفه عامه وفي مصر بصفه خاصه؟ الحقيقه طبعا ان انا لما اطبق نهج الزراعه الذكيه مناخيا على المستوى العالمي هيحقق لي اهداف كثيره جدا، ومنها تعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعيه، تحسين الانتاجيه والجوده للمحاصيل البستانيه والحقليه، والحصول على ثمار جيده امنه وصحيه ونظيفه سواء الانتاج المحلي او التصدير. تطبيق الزراعه الذكيه مناخيا ايضا هيؤدي لي الى اكبر حد من انبعاثات الغازات زي ثاني اكسيد الكربون والميثان في حقول الارز او ايضا في الانتاج الحيواني. مصر كدوله زراعيه رائده طبعا بتعتبر الزراعه ومنتجاتها هي احد مصادر الدخل القومي المصري. طبعا الزياده السكانيه والتغيرات المناخيه دي من اكبر التحديات اللي بتستلزم ادخال نظم تكنولوجيه حديثه في المنظومه الزراعيه المصريه عشان احافظ على الموارد الطبيعيه، وعشان اعظم الانتاجيه الزراعيه، وعشان احصل على محاصيل صحيه وامان سواء لينا كسوق محلي او للتصدير الاسواق الخارجيه. فمفهوم الزراعه الذكيه مناخيا لما ينتشر في ربوع مصر الغاليه هيؤدي الى تنميه زراعيه مستدامه. طب هل مصر تمتلك المقومات لتطبيق هذا النوع من الزراعه؟ احنا يمكن نتكلم هنتكلم ان في زراعه ذكيه وفي زراعه ذكيه مناخيا، يعني ممكن استخدم تكنولوجيا بسيطه زي ما هنشوف، ممكن استخدم تكنولوجيا عاليه جدا. فالزراعه الذكيه كنهج بيهدف تحسين منظومه زراعيه، اي ممارسات زراعيه جيده هي من شانها زياده انتاجيه المحاصيل الزراعيه دون استنزاف الموارد الطبيعيه تدخل ضمن نطاق الممارسات الزراعيه الذكيه زي التسميد الحيوي، التسميد العضوي، تحسين الاراضي، تحسين الموارد الطبيعيه، اداره الموارد المائيه، استخدام نظم زراعه حديثه، استخدام نظم ري حديثه، وكل ده موجود حاليا ويطبق ونامل بتعميمه. طب ليه بنحتاج الزراعه الذكيه بصفه عامه؟ طبعا جميع انحاء العالم بقى في استثمار في البحوث والتكنولوجيا، التكنولوجيا والبحوث دلوقتي بتعمل انوفيشن، بقت تعمل اختراعات، بقت تعمل ابتكارات، بقت تعمل حاجات تطبق بتدر عائد على المخترع والمبدع اللي هو في الاول وفي الاخر باحث واستاذ وبروفيسور. التقدم في البحوث الزراعيه جنبا الى جنب مع تطبيق الزراعه الذكيه على الحقول المراعي يمكن ان توفر فوائد اقتصاديه وبيئيه، بس السؤال الاساسي انا فين من الكلام ده دلوقتي؟ واين اذهب؟ وكيف يمكنني الوصول الى هذه النقطه؟ الحاجه للزراعه الذكيه اللي هي السمارت فارمنج او السمارت اجريكلتشر واستخدام الانترنت الاشياء الانترنت اوف ثينك اللي دلوقتي اسمه انترنت اوف ايفري ثينك بيعمل لي ايه؟ العمل على نشر وتوطين تطبيقات وتقنيات الزراعه الذكيه وانترنت الاشياء في مصر، ده هينتج عنه حتما تعظيم الانتاج الزراعي العربي. من خلال ايه بقى؟ انا بحسن كفاءه استخدام المدخلات الزراعيه زي الاسمده، زي المبيدات، زي مياه الري. بيحسن لي كفاءه استخدام الالات الزراعيه، بيحسن لي انتاجيه المحاصيل، وبيتحكم لي بشكل افضل في التكاليف، المحافظه على الموارد الطبيعيه وخاصه مياه الري، والمساعده في اتخاذ القرارات بسرعه بالاعتماد على برمجيات على الهواتف المحموله. الزراعه الذكيه او السمارت اجريكلتشر ده نهج برضه بيستخدم في توجيه الاجراءات عشان يحول لي ويعيد توجيه النظم الزراعيه. احنا هنا لما بنشوف هنجد ان احنا ممكن نستخدم النظم الزراعيه الحديثه والحاجات البسيطه. يعني الزراعه الذكيه مناخيا في بعض دول افريقيا لما كنا بنطبق المفهوم دوت، لما كنا بنعمل تجميع للمياه عشان يقدر ان هو يزرع ويعمل ريات تكميليه بدون مشاكل فبيؤدي لازاله محصوله، ده نوع من انواع الزراعه الذكيه مناخيا. لما كان بيستخدم السماد العضوي او ان الويستس والمخلفات والمتوكات الزراعيه بحولها لي ايه؟ بحولها له الى سماد ويضاف للتربه فيزيد من خصوبه التربه وبالتالي بيزيد الانتاجيه
يبقى هو هيزيد الانتاجيه وهيقلل الانبعاثات ويحصل لي على انتاجيه مستدامه، يبقى ده ايه؟ يبقى ده نوع من انواع الزراعه الذكيه المناخيه. كذلك في الانتاج الحيواني، كذلك في انتاج المحاصيل، لما بعمل انتر كروبنج فبزود الانتاجيه وبزود خصوبه التربه لما يكون انتر كروبنج مع محصول بقولي او محصول يعني مفيد للتربه. يزود لي خصوبه التربه او اداره متكامله للتربه زي ما احنا شايفين، او تجميع مياه الامطار والتجميع بتاع مياه الري حوالين كل نبات او في مجاميع كبيره. كل دي ادوات بسيطه جدا ولكن بتؤدي لي الى حدوث الثري بيلرز اللي اتكلمنا عنهم في الكلايمت سمارت اجريكلتشر، وبالتالي هو ده نهج من مناهج الزراعه الذكيه المناخيه. طبعا هنا برضو اداره افضل ليها للمواد. لما بشوف التقاوي والبذور واقدر احافظ عليها ونبنيها واحسن الانتاجيه، ده اكيد نوع من انواع الزراعه الذكيه المناخيه. وكذلك الاداره الطبيعيه الموجوده في المراعي وفي الغابات للدول اللي فيها مراعي وغابات. كذلك احنا عملنا تجارب كتيره وكان في قصص نجاح في نيبال وفي رواندا وفي اوغندا وفي تونس وفي مصر، ان شاء الله نحقق مزيد من النجاح. الاستجابه للزراعه الذكيه مناخيا ده في المقام الاول حول التنميه المستدامه، معالجه مخاوف اصحاب العزات الصغيره، بيضيف اجراءات بشان قضيه التغير المناخي الى التنميه المستدامه. ويجب تاني ان شاء الله بنجد ان زي ما احنا اتكلمنا عن الانتاج الحيواني والانتاج النباتي، في تنزانيا برضو كانوا بيعملوا بعض التناوب وبعض الانتر كروبينج، بيزرعوا لوبيا مع الموز وبيستخدموا الادوات البسيطه في عمليات تحسين التربه و يعني إتاحة فرصة لدخول الهواء فيها. طبعا من الناحية الثانية ان احنا ممكن نستخدم التكنولوجيا الحديثة وبنستخدم ابلكيشن على الموبايل بيقدر ان انا اتتبع واعمل تريسابيلتي لكل العمليات الزراعية اللي انا عايزها في الصوب للنباتات، من عمليات ري، من عمليات تسميد، من عمليات تهوية وخلافه. طب هل هناك جدوى اقتصادية عشان اطبق نهج الزراعة الذكية مناخيا؟ الحقيقة طبعا احنا قلنا انه ده نهج او ابروتش، منهج لما اطبقه هيحقق لي كثير من المنافع للمنظومه الزراعيه، لانه هيحسن لي من الانتاجيه البستانيه الزراعيه، هيحصل لي على مواد زراعيه امنه وصحيه عاليه القيمه الغذائيه، هيقلل لي بسرعه او باخرى من المدخلات الزراعيه من المبيدات والاسمده الكيماويه اللي بتعتبر عبء على البيئه من خلال تلوثها ومن خلال ان هي كانت استخدامها المفرط بيؤدي لي الى زياده في الانبعاثات. هنا هنقلل الانبعاثات الضاره دي، وعشان كده بنقول ان استخدام الزراعه الذكيه مناخيا هيحقق لي نهضه زراعيه واضافه اقتصاديه زراعيه كتير. طيب جدير بالذكر ان احنا لازم نقول ان استخدام مناهج الزراعه الذكيه مناخيا مش هيترتب عليه اي اعباء اقتصاديه لو استخدمت الاساليب الزراعيه الذكيه البسيطه، بخلاف الزراعه الذكيه اللي هي سمارت اجريكلتشر اللي هنتكلم عنها. الزراعه الذكيه مناخيا لابد ان هي تكون في متناول المزارع الصغير او الكبير، بس التولز اللي انا هقولها هنا هتختلف عن هنا. بمعنى ايه؟ بنيجي مثلا نشوف انظمه بيئيه مستدامه. كان في الصين مثلا عارفين المدن الصناعيه بتؤدي لي انبعاثات من المصانع ثاني اكسيد الكربون، والمدن فيها الويستس المخلفات والقمامه، المنشات والمصانع فيها برضه ويستس ومخلفات، القرى كذلك قمامه ومخلفات، الانتاج الحيواني فيه مخلفات، الحقول الزراعيه فيها البقايا والويستس وبقايا القش وكده. طب نعمل ايه؟ طب ما استخدمها في عمل اسمده طبيعيه، استخدمها في تغذيه الحيوان كوقود طبيعي فول كوسط نمو لما بنتج عيش وغراب. يبقى هنا بحول الويست بعمل ريسايكلنج ليها وبقيت بقت منتج سنوي. هنا بنجد ان في السلايد ده بنشوف حاجه جميله جدا، بنشوف ان مفيش ايه نظام مغلق. احنا في الكثافه الكثافه دي نبات عامل زي البطاطا بيستخرج فوق السهم، بيقول دي مصانع، المصانع دي بتستخرج منه الستارش النشا، بيبقى في ويستس، الويستس دي بيغذوها بيغذوا بيها الحيوانات، وعندهم البيج اللي هو الخنازير 50% من الخنازير موجوده في الصين، بيغذوا بيها الحيوانات، وبعد كده المخلفات اللي موجوده مع الحيوانات دي بيودوها في البيوجاز، البيوجاز بيطلعوا منه الكتريستي الطاقه الكهربائيه، او المخلفات البيوجاز بيستخدموها في التسميد، في الزراعات، في الاخشاب، في الاسماك اللي بعد كده بتروح للمدن تاني. ففي علاقه بين المدن والحقول. المدن فيها مخلفات وقمامه ومياه عادمه بعد كده بقدر احولها ريسايكلينج الى مواد اوليه، الى كومبوست، الى سماد عضو صناعي، بيديني بعد كده انتاج المحاصيل الزراعيه والاخشاب اللي بيستفيد منها المدن، دي العلاقه بين المدن والقرى. الانتاج الحيواني برضه عندي تسميد كومبوست او اسمده طبيعيه، اعمل بيئه نمو ميديا للمشروم، اعمل غذاء للحيوان للاسماك الثروه الحيوانيه، وايضا وقود زي البيوجاز بدلا من الحرق المباشر.
هنا بنستخدم زي البايو جاز، والبايو جاز الحقيقه بيستخدم في الصين بكميات كبيره جدا، ومزارع كبيره جدا بتصدر بايو جاز. انا ممكن استخدمها في القرى الصغيره اللي عندي. احنا من زمان جدا مهتمين بالموضوع وناجح، ولكن ليس على نطاق كبير، لابد ان احنا نوسع في انتاج البايو جاز. حاجات بسيطه جدا ممكن استخدامها يعتبر نوع من انواع الزراعه الذكيه المناخيه، زي العلاقه بين المحاصيل، يبقى مثلا عنده رمان ده المحصول الرئيسي، وعندي محب الشمس او دوار الشمس ده ايه؟ ده الثانوي، بزرعه ليه؟ علشان في الحشرات اللي بتيجي من الرمان تنتقل الى دوار الشمس ويقدروا يجمعوه ويتخلصوا منه، ويبقى كده حافظت على الرمان بدون استخدام الاسمده، وده بنسميه التراب كروب او المحصول الصائد. في علاقه بين المحاصيل المنزرعه، الانتر كروبنج سيستم، بيزرعوا محاصيل مع محاصيل عشان تتوافق مع بعض، زي ايه؟ زي ما هنشوف. ادي مثلا عندهم ان الجمل او احد المحاصيل النقل، والجراد بيتغذى عليها، فانا بزرع توت علشان الجراد ده يجي عند التوت وياكله، واقدر ان انا ايه؟ اتخلص من هذه الحشرات بدون ان انا اضر البيئه او اذر المحصول الرئيسي. كذلك اللوبيا والذره وحشيش التبان، يعني امثله كثيره جدا اقدر اعملها. هم بيستخدموا الزراعه في كل حاجه، عندهم جبال وعندهم تلال وعندهم موديان وعندهم و و بيستخدموا كل حاجه لما هو مناسب لها. كذلك استخدام الاسمده او تحويل البقايا النباتيه الى سماد عضوي صناعي، ده من الاهميه بالامكان الحصول عليه. واحنا دلوقتي بقى بنقول ايه؟ كنا بنقول الاقتصاد الاخضر في جرين ايكونومي، احنا دلوقتي بنقول النمو الاخضر بالتعبير الاحدث اللي هو جرين جروس. انت عايز تنمو زراعيا جرين جروس او اجريكلتشر بس يكون اخضر، عايز نمو بس يكون امن للبيئه، عايز نمو صناعي اوكي يبقى جرين جروس اوف اندستري، عايز كذا عايز كذا عايز كذا، المهم الاخضر ده اللي هو البيئه اللي حواليك، البيئه اللي معاك لابد ان انت تحافظ عليه. هنشوف بعض المنتجات الزراعيه الجيده الذكيه عشان اواجه تقلبات الطقس. في فرق طبعا ما بين الطقس والمناخ، زي ما احنا عارفين ان الطقس انت بتوقعات يوم 2 3، انما المناخ التغيرات على مدى على الاقل 30 50 و100 سنه، انما الطقس اللي هي تغيرات، واحيانا بتكون هناك تقلبات طقس نتيجه لتغيرات مناخيه عبر مدار السنين الطويله. ففي تجربات طقس شديده زي رياح شديده، امطار غزيره، ارتفاع حاد درجه الحراره، وقطع حدوث صقيع، ودي صور بتبين حدوث صقيع مثلا. طب انا كنت ممكن اعمل انذار مبكر واقول للمزارع على فكره ممكن هيجي صقيع في كذا، اعمل كذا. اذا كذلك في درجات حراره عاليه، في موجه درجه حراره عاليه، في موجه شبوره، مش عارفه ايه، في موجه امطار غزيره. طب الله، طب الامطار دي اصلا كنت لسه ناوي وراحت المطره نزلت، ما انا لو كانت في بقى انذار مبكر وبقول لك لا ده في مطر كذا، لو انت ما رويتش استنى المطر ده ليه بقى؟ انت رويت والارض متشبعه، المطر هينزل عليها هتبوظها. لكن لو طبعا انت مش راوي وجات الميه، الارض شرقانه عطشانه، هتقدر ان هي تتشرب المياه فالضرر يكون اقل، او الرياح المحمله متقتربه او الرياح شديده، لو انت ما عندكش مصادر رياح، لو انت كانت في فتره النمو ممكن يؤدي بقاد، لو محصول زي القمح او البرسيم، لو اشجار خشبيه في مرحله النمو الازهار الازهار هيقع والمحصول هيقع، يعني ممكن تقلب طقس شديد ممكن يؤدي الى دمار محصول او خساره 30 ل 50 ل 80% والعياذ بالله، او غرق المحاصيل في حاله او تكاثر طبعا الامراض والحشرات والاكرس. يعني طبعا لما كان بيجي عندنا رياح شديده محمله بالاتربه، ويكون مثلا نباتات زي الباذنجان كده وبريه من او الطماطم من تحت او الباذنجان وبريه من تحت، نجد ان التكاثر الاكرس بيجي، يبقى وطبعا اساتذتي هو موجودين معانا بصوره واضحه جدا وشديده جدا. فطبعا لابد ان يكون في محطات جويه، ولكن محطات جويه زراعيه الخاصه بالاجروميتولوجيكال ستيشن، محطات ارصاد زراعيه بتفيدني جدا المحطات ديت. وبيتعين انشاء وحده للانذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجويه عشان احد من المخاطر اللي بتواجه قطاع الزراعه المصريه، من خلال استخدام النماذج التقليديه للتنبؤ بريدكشن في حاله الويذر كل عده ايام 3 ل 5 ايام، عشان نحاول احد من مخاطر التغير المناخي وتقارب الطقس الحاده. وطبعا على طول باستخدام التكنولوجيا الحديثه، اي مزارع دلوقتي واي فلاح على الانترنت ومعاه وبيعرف يستخدم الواتساب ويستخدم الفيسبوك و اي مواقع من المواقع بنقدر ان احنا نتواصل معاه وبنحذره وبنقول له وبنتابع معاه وهو بيتابع معانا عن طريق الرسائل القصيره في المحمول او عن طريق الانترنت او عن طريق اي موقع من المواقع الالكترونيه. نشوف بعض الامثله كده سريعا، التعرض لحاله مستمره مثلا من تكوين الشبوره المائيه الكثيفه والضباب على مدار الايام، زي اللي حصلت في يناير وفي الشهرين اللي فاتوا، وانا كنت راجع مره
فبرجع متأخر عشان تاني يوم أروح الاجتماع، بس الحمد لله كان الاجتماع متأخر فلحقته. فركبت الساعة 11 وراجع من مرسى مطروح للقاهرة، وقبل الكارثة اللي أنا هخش فيها بقى على طريق الصحراوي بقى مصر اسكندرية، كنت وصلنا الفجر صلينا، لقينا وقفلينها، قعدنا لغاية الساعة 11 صباحا وفتحوا. وصلت واحدة، أنا في الطبيعي بركب 11 بوصل 4 ونص 5، فطبعا دي يعني من ضمن، بس طبعا كان المفروض يقفلوا الطرق فعلا. انا بتكلم هنا بقول بالنسبه لو حصلت كده طبعا هيتوقع ظهور مرض لفحه متاخره في البطاطس في هذه الظروف، ايضا بتكون مناسبه للعديد من الامراض الفطريه والبكتيريه على العديد من المحاصيل المنزرعه في هذه الفتره، زي بعض الامراض التبقع والتبقع البكتيري مثلا على الطماطم، التبقع البني على الفول، تبقعات اوراق الفلفل، و دي بيناسبها هذا الطقس وهذا الجو. طب انا بعمل ايه؟ انا ببعت له رساله بقول له هي في كذا في كذا في كذا واعمل كذا كذا، بقول المعاملات اللي ممكن يعملها. لابد من اتخاذ اجراءات وقائيه لازمه من خفض معدلات الرطوبه حول النباتات. ازاي؟ بتنظيم الري، البدء في اجراءات الرش الوقائي بالمرطبات المناسبه على ان تكون عمليه الرش بعد التوابل مباشره على اسطح اوراق النباتات. العنايه باضافه عنصر الصوره اللي مهمه جدا وبيتاثر لي جدا بهذه الظروف. فانخفاض معدل امتصاص داخل النبات فبيسبب لي زياده الرطوبه النسبيه لفتره طويله من اليوم بسبب الشبوره والضباب خلال الفتره، فبهتم باضافه عنصر الفسفور. مثال اخر بس، حدوث امطار غزيره، لما انا متوقع في امطار غزيره بقول له ايه؟ بقول له توقف عمليات الري تمام لاي محصول. انا متوقع سقوط مطر خلال بكره خلال يوم او مش عارفين خلاص، لا ده انا معاد الري، معاد الري ماشي، ما الري الطبيعي الري الرباني جاي تمام؟ يجب العمل على تصفيه المياه من الاراضي المزارعه فورا انتهاء الامطار عشان امنع حدوث تشبع زائد للتربه الزراعيه من الميه، فهتقلل لي كفاءه الجذور والميه هتيجي على حساب الاكسجين مش هيتنفس، هيبتدي الجذور ان هي ما تؤديش الى امتصاص عناصر بصوره جيده. ضروره اجراء عمليه رش وقائي بالمركبات المناسبه الموصى بها. طب مثال ثاني، لما بتوقع ريح شديده اعمل ايه؟ بقول له في ريح شديده، طب انت يا ريت كنت المنطقه دي مثلا منطقه حدوث رياح يا جماعه، فاعملوا حواجز من جريد او ركائب عشان تخفف لي سرعه الرياح. طبعا الافضل ان بقوم بعمل مصدات رياح مبنيه او مصدات رياح من الاشجار اللي هي مصدات رياح طبيعيه بتكون عموديه على اتجاه الريح، ولو هعمل مصدات رياح الثانيه هتبقى عموديه على الاولانيه. لما حدوث رياح شديده محمله بالاتربه لازم تعمل ايه؟ بعد ما تخلص تغسل النباتات بالماء، لان هي هتعمل لي طبقه هتمنع لي وصول ضوء الشمس، فمش هيبقى في بناء ضوئي، فالاوراق هتصفر، الاوراق مش هتبقى كويسه، فطبعا بينعكس ذلك على المحصول. كل حاجه ستيب باي ستيب. فبغسل النباتات تحسب للاثاره والامراض الفطريه اللي بتنتشر في اماكن الجروح بالاوراق لو حصلت جروح، لان طبعا الجروح دي هي اللي بتسبب لي الامراض بقى الفطريه، و بتخش ما تخشش كده والورقه سليمه، لابد ان يكون مصاب. لما بتحدث رياح محمله بالاتربه بيكون في فرصه برضو انتشار الاقراصات خاصه في المحاصيل زي الرطل الزغبيه زي الباذنجان، يبقى هنا يجب الرش باحد الموبيلات المرخص بها. طب دي الزراعات الذكيه البسيطه، طب الزراعه الذكيه بقى اللي هي سمارت اجريكلتشر بتعتمد بقى على الريموت سنسنج، وبتعتمد على البريزيشن اجريكلتشر، وبتعتمد على الموديلنج، وبتعتمد على البريدكشن، بتعتمد على موديفيكيشن كذا كذا كذا، زي الزراعه الدقيقه، زي الزراعه الدقيقه. الزراعه الدقيقه بريزيشن اجريكلتشر بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الحاجات الحديثه، الجيوغرافيك جي اي اس، جيوغرافيك انفورميشن سيستم، والجي بي اس. دي صراحه معتمده على التقنيات اللي بتقرر لي كل حته في الارض، كل شبر، كل نبات ياخد ايه. انا ما برش المحصول كله، برش الغيط كله، برش الارض كلها، انا لما بسمد بشمد الارض كلها، انا بري بري كله، لا 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 لا. البوزيشن كلتشر ده انا كل قطعه كل نبات انا بشوف كده، بصور تصويرات جويه ومجموعه صور 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 صور، بتديني انفورميشن، انفورميشن بتديني ويزدم، الويزدم بيديني اقول ايه يعمل ايه، وكله بالالكترون. فطبعا هنا بستخدم يوزنج مابينج تكنولوجيز فور امبروفينج فارم مانجمنت. ده السمول فارم مانجمنت، لا ده كل قطعه انا بعرف احتياجاتها من الري، احتياجاتها من التسميد، احتياجاتها في كل حاجه بتاخد حقها لا زياده ولا نقص. فلذلك هي فرصه عشان نهج جديد لاداره التسميد واداره الري، سمارت اريجيشن، سمارت فيرتلايزيشن. فهنا بنستخدم الجي بي اس والجي اي اس علشان احدد المواقع وعلشان احدد احتياجات هذه المواقع بما فيها بين محاصيل ونباتات. فالبريزيشن فارمنج اللي بنسميه الزراعه الدقيقه او الاحكام الزراعي مفيد في ايه؟ طبعا الاستخدام الدقيق والمحكم للمنتجات الزراعيه وبيقلل الفقد في الري، في التسميد، في المكافحه، في المقاومه وهكذا. بيقلل لي تكاليف الانتاج وبالتالي زياده الربحيه، بيحدد لي المساحات الغير منتجه او الضعيفه فاعرف وادرس ايه سبب ضعفها واعملها واعالجها، الدقه في استعمال الاسمده المبيدات،
والمساهمه في تقليل الاثر الضار الناتج عن التصلب والتربه لو احنا خدناها في تحت مسارات الالات الزراعيه، بيحسن من كفاءه الالات وتقليل الجهد في قيادتها، اعداد خرائط اساسيه للحقل، بيرصد الانتاجيه وبيعرضها على شكل خرائط، فبتوضح لي المواقع ذات الانتاجيه الجيده واللي فيها مشاكل، واللي فيها مشاكل ديت اعرف المشاكل دي ايه وادرسها واحللها وبعد كده اعمل على تجاوزها واعمل على حلها واخليها منتجه مره اخرى. وبرصد المحاصيل خلال مراحل النمو المختلفه عشان التعرف على الاصابات الحشريه والامراض والحشائش والعطش ونقص المواد الغذائيه، ده بيساعدني على تدارك المشكله ومعالجتها خلال الموسم. فبنستخدم بقى ايه؟ كله بالكمبيوتر. الجي بي اس والجي اي اس بيبقى عندي موديلنج ونظم خبيره، وكل نبات وكل محصول بيكتب، وفي عندنا الكلاود كمبيوتر الحوسبه اللي هي الغياميه او اللي هي قدر كبير جدا من المعلومات اللي احنا بنستخدمها، الابلكيشن كلاود كمبيوتنج، وادي الكونكشن ماشينز، وادي الانترنت اوف ثينج. الانترنت اوف ثينج ده بيخليني بيربط لي كل هذه المعلومات بالانظمه اللي عندي على الكمبيوتر وبيتعامل على طول مع الارض، فبقدر عندي على موبايل ابلكيشن اقدر ان انا اتحكم في العمليات الزراعيه، وانا في حته تانية خالص بعيد عن مزرعتي اقدر ابقى عارف اللي بيحصل فيها، وده السنسور تكنولوجي. وبنقول why would a farmer need a guidance؟ علشان اقدر احصل على تنميه زراعيه مستدامه. ايه عوائق بقى تطوير الزراعه الذكيه والسمارت اجريكلتشر؟ الحقيقه في قوانين في اغلب الدول عندنا العربيه بتحد لي من استخدام سوء الاقمار الصناعيه او استخدام الطائرات الدرونز، يعني او سعر او صعوبه استخراج التراخيص عشان يستعملها. ضعف انتاجيه المحاصيل يحد من امكانيه اطفاء كفاءه ماليه لاستخدام تقنيات الاحكام الزراعي. غياب الشركات اللي بتوفر لي المستلزمات الزراعيه الهامه لاستخدام هذه التقنيه. ضعف شبكات الانترنت في المناطق الريفيه نوعا ما، و85% من الاراضي الزراعيه هي مزارع صغيره ومساحات واحده صغيره، ده بيحد لي من استخدام التقنيات اللي بتستخدم سوء الاقمار الصناعيه. وايضا عدم ضمان الخصوصيه، هو بيخاف من البرايفسي، خصوصيه البيانات ونشرها على الانترنت، مع انها طبعا بتبقى في سرعه سيف وامنه. في بعض المقترحات عشان نطور الزراعه الذكيه، ندرس امكانيه المساهمه في تمويل شركات لتطوير انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينج في الزراعه، ومنها التطبيقات الزراعيه على الهواتف المحموله وتطوير استخدامها، صور الاقمار الصناعيه، طائرات بدون طيار اللي هي الدرونز، انشاء منصات بيانات زراعيه. احنا عايزين كلاود بيج داتا اجريكلتشر بلاتفورم عشان تجمع لي كل بيانات الزراعه الذكيه واللي يمكن استغلالها في تطوير المعاملات والالات والبرمجيات الزراعيه. طبعا نوع ثاني من الزراعات اللي بتدخل تحت نطاق الزراعه الذكيه من خلال اللي هي الجلوبال جاب، الجلوبال جود اجريكلتشر براكتسز. كل حاجه ممكن تستخدم اسمدة، ممكن تستخدم مبيدات، ولكن في سيستم وفي سيكونسز استخدمها امتى وفين وازاي، مش استخدمها اول حاجه على طول. فدي بعض المزارع بتستخدم المنتجات الزراعيه الجيده، سواء في الصوب الزراعيه، في انتاج العديد من الاصناف زي الطماطم زي البتنجان زي الكوسه زي الخيار زي الفلفل، الالوان، الويستس بتاعت المزرعه على طول بيدورها لي وتبقى اسمد عضوي، في مقمرات وفي مصفوفات بيستخدمها بعد كده، دي محطات التعبئه والتغليف للتصدير للاسواق الخارجيه. كل دي تدخل تحت نطاق الزراعه الذكيه مناخيا. ادي الهيدروبونيك والاكوابونيك، الزراعات اللي بتجود واللي طبعا في الاماكن اللي هي الارض بتاعتها غير صالحه للزراعه استخدم هذه التقنيه في الانتاج الزراعي. وفي طبعا تقنيات حديثه جدا في الهيدروبونيك عالميا، وممكن استخدم برضه الهيدروبونيك باسلوب بسيطه اللي هي السويل سكاتشر او البدائل التربه الزراعيه، في الصوب الزراعيه المجمعه، ايضا الزراعات العضويه والحيويه استخدامها هيؤديني الى حدوث بيئه زراعيه مناسبه. والمنتج الزراعي العضوي بيختلف تماما عن الكيماوي في ان هو افضل منه في العناصر واقل كثيرا او يعتبر يعني لا يوجد به اي اضرار من اكسس اماونت اوف فيرتلايزرز اوف بيستسايدز. وايضا الزراعه العضويه بيمنع فيها استخدام الجينيتك انجينيرنج او المواد المهندسه وراثيا. فانا في الزراعه العضويه بنتج وبصنع سماد عضوي صناعه كومبوست سواء بالطرق اليدويه او عن طريق الماشين في المساحات الكبيره عشان انتج لي سماد بيحول لي او بيزيد لي خصوبه التربه، ليس في العناصر فقط ولكن بيحسن لي قوام التربه، بيحسن لي من خواصها الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه. ايضا استخدام الكائنات الحيه الدقيقه في المكافحه الحيويه، بكتيريا او فيروسات او فطريات انيموتودا، في التطفل على
كائنات ممرضه اكثر او كائنات ممرضه اخرى، وبالتالي ما بستخدمش مبيدات، انا بستخدم مواد بيولوجيه في القضاء على افات وامراض وحشرات، وبالتالي ديت نوع زي اسد المن وزي ابره العجوز وزي اسد المن في مكافحه حشره المن بالطرق البيولوجيه او التراكيوجراما، وده بتتنتج في مصر في كثير من المحافظات القاهره واسوان وغيرها، او استخدم الاسمده الحيويه، ودي صور انا بستخدم الاسمده الحيويه في المزارع في الصين وبالمقارنه مع الاسمده الحيويه الاخرى في انتاج بعض المحاصيل الحقليه والبستانيه، ودي كانت احد التجارب اللي هناك. كذلك انتاج بعض المحاصيل في السوق البطيخ والقمح وكثير من المزروعات، او عن طريق التقنيات برضو اللي هي جرافيتنج برضو ممكن تدخل تحت نطاق الزراعة الذكية المناخية، لأن هي عملية تطعيم ده هتنتج لي أصناف مقاومة للآفات، مقاومة للأمراض، وبالتالي خصوصا أمراض التربة والأمراض الفطرية، وبالتالي هتكون أحد أنواع الزراعة الذكية مناخيا. دي بعض المشروعات العملاقة اللي كنت مشارك فيها، وكان عندي مشروع عن الزراعة العضوية والممارسات الزراعية جيدة، وعملنا العديد من الأيام الحقلية، عشان طبعا العين لما بتشوف غير لما الواحد بيسمع، بنعمل وبنطبق هذه الممارسات الزراعية الذكية الجيدة، وبندعو ليها المتخصصين والمزارعين والمنتجين، وبنشوف دي بعض التجارب الزراعية اللي أجريت على المحاصيل المختلفة زي الفاصوليا زي البصل، وهنا برضو استخدمنا بعض العناصر اللي كانت ليها مردود كبير جدا على الإنتاجية، وبالتالي قدرتي من استخدام الاسمده بصوره كبيره، زي مشروع استخدام السيلينيوم سواء المينرال او البايو الحيوي، وكان له تاثير ايجابي على نمو انتاجيه كثير من المحاصيل زي البصل، ده بالمقارنه بالتركيزات بالكنترول لمحصول البصل، وكذلك محصول البسله سواء النمو الخضري سواء النمو الثمري ادي القرون البسله، بنلاحظ فرق بين الكنترول او الغير معامل مع المعامل بالسيلينيوم العضوي او المعدني بتركيزات 20 30 و40 جزء في المليون، وادي الصور اللي بتوضح لي في مزرعه النبريه في المركز القومي للبحوث اللي نبات البسله. ارجع بقول انا بقول زراعه مستدامه، زراعه مستدامه ايه اهدافها؟ عندي اهداف اقتصاديه، عندي اهداف بيئيه، عندي اهداف اجتماعيه لتحقيقها. ففي بقى حاجه بس قبل ما اختم المحاضره بقولها، ان في حاجه زي مخطط زراعي جيده كده اسمها فريند اوف ذا ايرث، ده برنامج على بيقول اصدقاء البيئه أو أصدقاء الزراعة أو أصدقاء الأرض. دي مجموعة من الأنشطة في أوروبا وفي إيطاليا ليهم رولز معينة، اللي بيستخدمها بياخد السيرتيفيكت بتاعتهم وبتتصدر ليهم، واللوجو بتاعها لوجو مشهور في أوروبا، يعني بيقولوا عليه المبادئ الأساسية للفريند أوف ذا إيرث، حماية النظم الإيكولوجية وحفظها، الحد من استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، تحسين كفاءة الطاقة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، الإدارة السليمة للنفايات وإعادة استخدامها، تقتيل التدخلات الميدانية اللي هي بدون حراسة، والمسؤولية الاجتماعية عشان ضمان الحد الأدنى من الحقوق لجميع المشتغلين، وإجراءات إدارة بيئية جيدة للتنظيم، حماية للنظام الإيكولوجي، حد من استخدام الأسمدة الكيماوية الصناعية وفق مبادئ الزراعة العضوية، تخطيط وتنفيذ دورات تناوب المحاصيل والزمد الأخضر، تقليل من التدخلات الميكانيكية على الأرض وعدم ضغطها، استخدام الطاقة من المصادر المتجددة، المسؤولية الاجتماعية والتحكم في الانبعاثات غازات الدفيء. فبيضمن لي لما بتشوف الفريند اوف ذا ايرث الشعار ده، حفظ النظام البيئي، حماية الحيوانات والبرية، حماية التربة والموارد المائية، حصر استخدام موارد خطرة، الإدارة المسؤولة عن النفايات والطاقة، والمسؤولية الاجتماعية والامتثال القانوني. في بقى ملخص وتوصيات ان شاء الله احب اقولها لحضراتكم. اهم التوصيات عشان نطبق نهج الزراعه الذكيه مناخيا، العمل على نشر الثقافه بتاعه مفهوم او كونسبت الزراعه الذكيه مناخيا في مصر، العمل على الحد من الاثار السلبيه المحتمله للتغيرات المناخيه في المجال الزراعي، وخاصه فيما يتعلق بمجال مكافحه الصحر ديزرتيفيكيشن كومبيت اوف ذا ديزرتيفيكيشن، استنباط اصناف نباتيه مقاومه او متحمله لدرجات الحراره العاليه، وكذلك استنباط اصناف مقاومه للجفاف والملوحه، ادخال محاصيل جديده، يعني ادخال محاصيل محسنه زي محصول الكسافة للزراعه المصريه، نستخرج منه النشا والدقيق، واضافه لدقيق القمح، ده هيعمل زياده في معدل الاكتفاء الذاتي من الدقيق بصوره مباشره، وكذلك برضه محصيل الكينوا وغيره من المحاصيل، زراعه المناطق الصحراويه بمحاصيل ذات احتياجات مائيه قليله وبتتحمل ظروف الجفاف والملوحه، تكثيف زراعه محاصيل الجتروفا والهبوبه في المناطق الصحراويه والاستفاده منها اقتصاديا وبيئيا، نراقب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والعمل على تقليلها، وتحديد الكربون فوت برنت البصمه الكربونيه والبصمه المائيه كذلك الووتر فوت برنت للمنتجات الزراعيه، العمل على زياده الانتاج الزراعي وتحسين جودته من خلال الممارسات الزراعيه الجيده والزراعه الذكيه مناخيا،
وممارسات اصدقاء البيئه واصدقاء الارض، المحافظه على النظام البيئي والتنوع البيولوجي في الزراعات، خاصه بالمناطق الزراعيه الحديثه والمناطق المشروعات الزراعيه الكبرى الارض الجديده، مشروع المليون فدان ومشروع ال 100,000 صوب او 100,000 فدان صوب اللي هيزيد ان شاء الله، والاستفاده من الخبرات الدوليه في المجال ده، وبنشط التعاون والانشطه المشتركه بين مصر ودول العالم خاصه في مجالات الارض المناخيه والانتاجيه الزراعيه، ونضع برامج تنمويه زراعيه بتعمل من خلال التغيرات المناخيه المتوقعه وبتتفادى اثارها السلبيه والتكيف معها، ووضع اليات لتطوير انشاء المزارع السمكيه مع الارض يعتبر كل المياه المتاحه. ويمكن برضه الزراعه الذكيه المناخيا لا تنطبق فقط على الانتاج النباتي، الزراعه هي انتاج نباتي وانتاج حيواني، والانتاج الحيواني انتاج دجيني وانتاج سمكي وانتاج حيواني، فكل ده الزراعه الذكيه المناخيا بتتدخل بصوره او باخرى فيه وليها معاملات كثيره. بنسق مع مصر ودول العالم عشان انشئ قاعده بيانات وشبكه اقليميه للتغيرات المناخيه عشان اشجع البحوث والدراسات والتدريب ورسم سياسات زراعيه مستقبليه مشتركه، زياده الوعي بقضايا التغيرات المناخيه والتكيف معها والحد من اثارها السلبيه المتوقعه، ضروره التركيز على عوامل التغيرات المناخيه اللي بتاثر لي بشكل او باخر على مصادر المياه والزراعه، وبنراقب التغيرات دي وبنحط الخطط والسياسات المتعلقه بالتغيرات المناخيه في مراحل التخطيط بناء على التوقعات والتنبؤات، وتوسع في استخدام تكنولوجيا الري الحديثه اللي بتوفر لي في كميات الري في الارض الصحراويه والمستصلحه حديثا، وايضا في ارض الوادي استخدم انماط زراعه بتعظم العائد الانتاجي مقابل وحده المياه المستخدمه، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثه والاستشعار عن بعد في مجال المناخ والبيئه والزراعه، والتبادل المشترك للخبرات المصريه والعالميه في مكافحه التغيرات المناخيه والانتاج الزراعي ومكافحه الصحه. كخلاصه بقى نقدر نقول ان الزراعه الذكيه ليها فوائد واهداف تعزيز الابتكار الزراعي innovation of agriculture، خلق الوظائف الخضراء وحفظ وحمايه البيئه من خلال اداره افضل الموارد الطبيعيه، التكيف مع التغير المناخ، التكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدافيه وخفض ظاهره الجوع والفقر وزياده الانتاج وتحسين جوده المحاصيل الزراعيه وتطبيق الاداره المستدامه للموارد الطبيعيه وتحسين اداره التربه وخصبتها وتحويل الفترات الحيوانيه لغاز حيوي كمصدر بديل ومتجدد وانشاء مصائد الاسماك وتربيه الاحياء المائيه اللي هي قادره على الصمود في واجهه تغير المناخ زي من خلال الاقفاص وبرك الاسماك المقاومه للعواصف واداره مصائد الاسماك القابله للتكيف. هنا بنلاحظ هنا في الخريطه قوي عندنا تغيرات مناخيه وعندنا بوبليشن كروس عالي جدا، فبالتالي تغير مناخي درجات حراره عاليه الامطار بتقل فبالتالي يبقى في جفاف فبالتالي الموارد المائيه هتبقى قليله مش هتكفي فممكن يحصل كونفليكت، يبقى لازم يعني انا عايز اقول ان العمليه الشبكه قويه جدا وشبكه لابد ان احنا نبص لها بمنظور متكامل عشان نقدر ان احنا نتعامل مع التغيرات المناخيه ونقلل من اضرارها واثرها علينا. في النهايه طبعا انا بتمنى تطبيق منهج الزراعه الذكيه مناخيا في ربوع مصر سواء السمارت كلايمت سمارت اجريكلتشر او سمارت فارمنج عشان احصل او نحصل على منتجات زراعيه امنه وصحيه ونظيفه. احنا بجد حاجه لاجراءات زراعه. وشكرا جزيلا لحضراتكم جميعا لحسن الاستماع واسف للاطاله ومستعد لاي اسئله او اي اضافات او اي نوتس او اي حاجه من حضراتكم. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتور زكريا. بصراحه احنا اخذتنا لنقطه يعني انا سمعت المحاضرات مع حضرتك كذا مره وكل ما اسمع احب اسمع تاني لانها كلها حاجات يعني نتمنى ان هي توجد على ارض الواقع خصوصا في الظروف الحاليه لمصر. موضوع المياه ما نعرفش الشورتج اللي هتحصل في المياه في المرات القادمه، فاحنا في احوج الناس ان احنا نطبق الزراعه الذكيه لتحييد او الاقتصاد في المياه ان شاء الله، ونتمنى السلام المصري جميعا. دكتور اللي يحب يتفضل يسمع يسال الدكتور زكريا، طبعا هو معانا ان شاء الله، يتفضل. اسمح لي دكتور هاني. تفضل دكتور زكريا. حقيقة يعني المحاضرة طبعا طويلة جدا يا دكتور زكريا، يعني كان المفروض تختصر من عندها 50%، يعني انت فتت في تفاصيل كثيرة، يعني يمكن يعني صحيح يعني محاضرة ممتعة بس ما الواحد يعطيها بدنيا ليل لازم يختصر منها كان 50%. فعلى كل يعني محاضرة الحقيقة يعني بيها بيزك كثير وبيها تجاربك الشخصية وبيها يعني شغلك، بس أنا ما شفت يعني زراعة ذكية مناخيا. أنا ما أعرف هاي الكلمة، تعرفت الـ FAO والمنظمات العالمية كل فترة تطلع لنا بمصطلح، يوم sustainability يوم intelligence
اجريكلتشر اسا مناخيه. انا لحد الان يعني انت شفتك استخدمت زراعه عاديه بمانجمنت ممتاز، واستخدمت ايضا زراعه ذكيه يعني انتليجنس اجريكلتشر، بس وين هنا المناخيه اجت بالنص؟ يعني بدي اعرف اذا ممكن توضح لي اياها. حاضر، بس مو سريع لانه باقي لنا 6 دقائق. حاضر. ايه على السريع عشان الباقه بتضيع. دلوقتي فعلا حضرتك يعني زراعه ذكيه، احنا قلنا حضرتك الزراعه الذكيه للسمارت اجريكلتشر اللي هي ان احنا بنستخدم فيها الريموت سنسنج و و و في التحكم في كل الاعمال الزراعيه. انما الزراعه الذكيه مناخيا دخلت المناخ هنا على اساس ان المناخ له تاثير سلبي على الزراعه، وانا عايز انمي المزارع الصغيره بصوره ذكيه بحيث ان هي تعمل ادابتيشن وميتيجيشن لهذه التيارات. احنا التيارات المناخيه هتؤدي لي الى زياده الانبعاثات، وهتؤدي لي الى ضعف خطوط التربه، وهتؤدي لي الى تغيرات في الطقس والمناخ، هيؤدي لي الى كثير من المشاكل. طب انا ازاي باساليب بسيطه ذكيه اقدر اتعامل واتكيف واعمل ادابتيشن وميتيجيشن للزراعه من خلال ان انا ازود الانتاجيه واحسنها واضمن عدم انبعاثات، وبالتالي احافظ على المردود الزراعي واحافظ على الانتاجيه بشكل مستدام. طيب هي زراعة ذكية إذا ما فيها يعني المناخية أنتوا اللي زكتوها جبتوها حطيتوها بالنص؟ لا يا فندم، ما هو كلايمت سمارت اجريكلتشر فيها شق مناخي، إن أنا بقلل نسبة الانبعاثات الناتجة عن التغيرات المناخية. دي أحد الحاجات المهمة، إن أنا المناخ أثر لي بصورة سلبية على كثير من الزراعات في كثير من المناطق في دول العالم، سواء المتقدم أو النامي، وخصوصا في الإيه الدول النامية. فكان المقصود بالتحالف العالمي للزراعة الذكية مناخيا إن إحنا نجابه هذه المخاطر المحتمله والقائمه والمتوقعه والمستقبليه. طيب دكتور، في احد الجداول اللي انت عرفته يعني احنا عندنا لما تزيد درجه الحراره 2 القطن يزداد، بينما المحاصيل الاساسيه اللي هي الكاش كروب اللي الناس عايشه من عندها الستيبل كروبس هتقل 12% و11% و يعني هذا مش كويس. يعني القطن خلي يزيد، احنا ما راح ناكل قطن، بس انت تغذي الشعب بمواد يعني حبوب. صحيح، ما هو دوت يعني ده مش بعيدنا. احنا شفنا تاثير التغيرات المناخيه، تاثير زياده درجات الحراره لو زادت درجه 2 3 4 تاثيرها على المحاصيل، الكميه الكليه المنتجه والكواليتي. فاحنا لقينا ان القطن من المحاصيل اللي هتزيد في الانتاجيه، انما بقيه المحاصيل بتقل بنسب كبيره جدا، وخاصه المحاصيل الاستراتيجيه. فده اللي طلع لنا سواء من الموديلنج او من المحاكاه في التجارب الحقليه عند تغير نسبة الرطوبة، عند تغير الحرارة، وهكذا. دكتور زكريا، حضرتك شغلك كله كان في الصين، مع ان احنا نعرف ان الصين ديت يمكن تنافس الولايات المتحدة في نسبة التلوث العالمي، فهي برضو بتسعى للزراعة الذكية لتقليل التلوث ازاي؟ يعني ما احنا طبعا اعتقد في بعض الولايات او بعض نسميها محافظات في 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 الصين تعتبر اعلى نسب تلوث على مستوى العالم، ف يعني افكارهم ازاي للحكايه دي؟ يعني حبيت اسال حضرتك بالنسبه لشغل حضرتك كان في الصين في الغالب. يعني شكرا لحضرتك. طبعا الحقيقه انا زرت الصين كتير وقعدت في فترات كبيره، ويمكن زرت مقاطعات كتيره، الصينيين نفسهم ما زاروش المقاطعات دي في الصين. فعن قرب يعني لقيت طبعا في تلوث كبير، والصين اكبر دوله مستهلكه للاسمده، واكبر دوله مستهلكه للمبيدات سواء انتاج او معاملات، بحكم مساحتها الكبيره جدا، بحكم عدد السكان الكبير جدا. لكن في شيء كده يعني شيء اسطر، ان كان في خلاف بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين. امريكا بتقول ان الصين لابد انها تدفع اكثر، وهي اللي تعمل اكثر عشان هي اكبر دوله ملوثه واكبر دوله فيها انبعاثات. فردت الصين لامريكا قالت لو انا قسمت الانبعاثات بتاعتي الكليه على عدد السكان، وقسمنا الانبعاثات امريكا على عدد السكان، يبقى امريكا اكثر انبعاثا. وده حقيقي. امريكا هنا لو قسمنا الانبعاثات بتاعتها على عدد السكان بتاعها، هتجد ان هي نصيب الفرد اكبر بكثير من الصين. فهي برضو بتعمل بعض المحاولات لتحسين البيئه وتحسين البيئه الزراعيه، وبتعمل نمو في الزراعات العروضيه والحيويه، وكذلك ايضا في الزراعه الذكيه مناخيا، ان هي بتعمل بعض الاساليب اللي بتقلل لي الانبعاثات، واللي بتحول لي تعظم الاستفاده. يعني بيحاولوا يعملوا كتير مناطق نوويه. انا ما بقولش ما فيش تلوث، او لكن لا في، ولكن بيحاولوا جديا ان هم يقللوا من التلوث دوت، ان هم يستعينوا بالتكنولوجيا الحديثه، سواء التكنولوجيا الحديثه في السمارت اجريكلتشر او الزراعه الذكيه مناخيا باسلوب بسيط جدا، زي ما احنا شفنا كذا سلايد كان بيتكلم على معاملات بسيطه بتؤدي الى تقليل استخدام الاسمده وتقليل استخدام المبيدات. شكرا جزيلا دكتور زكريا، ان شاء الله ونتمنى تكون معنا في مرات قادمه باذن الله تعالى.
لو إن شاء في الله أي يخير. حد من الزملاء هو الوقت راح يخلص، بس إذا ما في حد يسأل ممكن أنا أسأل، لأنه يعني اتفضل. اللوبيا العلفية دكتور زكريا، اللوبيا العلفية الآن تزرع بمصر أيضا مع الذرة، يعني على أساس أنه تقلل من الإصابة بالحشرات بتقنية البوش بول كروبينج سيستم اللي إحنا الآن نتبناها بمكافحة دودة الحشد الخريفية. نعم نعم هذا هذا صحيح. واحد من التجارب الذكية أيضا. طبعا بالضبط، هي انا لا ادم هتحقق لي مطالب الزراعه الذكيه، هتعتبر احد العمليات الزراعيه الذكيه مناخيه بنسميها إن شاء الله مصائد نباتية، يعني يبقى سهل بإذن ان الله. تتزرع تصاب وبعدين نرشها ان شاء الله. بالضبط، كل عام وانتم بخير ان شاء الله على الابواب بشهر رمضان. احنا اوكي النهارده يا مسك فندم الختام بمحاضره الدكتور زكريا، احنا كده تمنا 12 محاضره في هذا الموسم الدسم يعني، الحمد لله. هناخد ريست ان شاء الله الفتره القادمه، وهنجدول مواعيدنا ونجهز المحاضرات باذن الله ونتابعها معاكم. ومرة تانية بنشكر الدكتور زكريا، وإن شاء الله تكون ما تكونش دي آخر مرة، ودي تكون أول مرة، وننسقها مع بعض مرات قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله، شكرا إن شاء الله، دكتور إبراهيم، شكرا لجميع الزملاء، وتصبحوا على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله على خير، أستودعكم شكرا، بالعافية في أمان شكرا، الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.